مشاهدينا جولتنا اليوم راح تكون عن من علمني حرفا ملكني عبدا. هذه جولة جدا مهمة. اليوم راح نكون بروضة وهي أساس بناء الطلبة اليوم وتهيئتهم إلى استقبال العام الدراسي الجديد قبل الابتدائية. خليكم ويانا. عزولة، شنو دا تكتبين يا حرف؟ أي شنو؟ أي أبل. طبعاً إحنا اليوم حبينا نزور روضة ونشوف استقبال الأطفال للعام الدراسي الجديد، شوية تغيير لأنه دائماً إحنا ببرنامجنا نطلع الابتدائية المراحل الابتدائية والمتوسطة والإعدادية، فحبينا اليوم نكون وياكم. أوكي؟ نشوف باقي الأطفال ونشوف استقبال العام الدراسي الجديد من ناحية الأهالي وكذلك الكادر التدريسي. خليكم ويانا. نورتينا. أنا مساءً بكم، أنتم نورتونا. ست، حابين نعرف اليوم بما أنه أعمار صغيرة كروضة، تحدثينا أكثر استقبالكم للطلبة بهذه الأعمار وشنو اليوم المعوقات أو المعاناة اللي يتعانوها كمسات اليوم داخل الروضة؟ أول المعاناة أنه عندهم العناد، أول متعلمين عن بيئة البيت بشكل وبيئة الدراسة هي شكل أنه رحلات نظام أكثر، نكتسب أنه نخلي يحب المعلمة، أهم شيء يحب المعلمة، من يحب المعلمة حيحب المكان حيداوم بدون يعني مؤثرات خارجية، بس إذا ما حب المعلمة المكان البيئة المعلمة إذا ما قدر تكتسب الطفل ما يقدر يتعلم ويداوم بهذا المجال. طيب ست، اليوم تهيئتكم للطلاب من الناحية النفسية وبعدين العلمية للمواد اللي موجودة أو المواد المنهج المخصص لطلاب الروضة؟ إحنا المنهج مالتنا مبسط، يعني نعلم شلون من البداية، نقول من الصفر بالتدرج، وثانيا مساعدة الأهل ويانا، مو مجرد إحنا بس إنه كمنهاج، لازم إحنا والبيئة المنزل همين ويانا، لازم دائما يكون متابعة من الأهل ويانا، عم يكون على حد تواصل للأطفال، والأطفال مني يحبون المكان حيحبون الدراسة بي، حيحبون يعني الأشياء الوسائل، دائما هم يجيبون مرات أفكار من عندهم من البيت كذا، إحنا نستقصي من عندهم المعلومات وهم كذلك. شكرا جزيلا. تسلمي حبيبي. اهلا وسهلا طبعا ست ساره مديره الروضه. طبعا حاليا احنا في ضيافتكم، لكن حابين نعرف استقبال العام الدراسي الجديد للطلاب تحديدا عندكم تمهيدي وتحضيري وروضه وحضانه كذلك، يختلف استقبالكم مقارنه باستقبال العام الدراسي الجديد للمدارس. تمام، يا اهلا وسهلا. اول شيء حبيبي بالنسبه احنا استقبال العام الدراسي، احنا عندنا اليوم الاول انطباع الاطفال كلش مهم، يعني هو اليوم الاول يكون الطفل، كل طفل مختلف عن الاخر، اكو طفل يستقبل بسرعه واطفال لا يستمرون ما يستجيب بسرعه، فالتوتر هذا طبيعي كل الاطفال، يعني كلش طبيعي، فيكون استقبال الاطفال يعني استقبال بحب وموده، نستقبلهم ببعض الهدايا، نفاخات، اشياء بسيطه، خليهم انه يحبون المكان اللي هم داخلين به، وطبعا دور المعلمه داخل الصف كلش مهم عندنا. اما بالنسبه للاطفال الصعبين جدا، فاحنا صعبين طبعا، يكون عنيد يكون صعب، احنا الطفل اللي عنيد نقول انه نوصل المستوى عقله، انه ننزل مستوى عقله، تدرين الطفل اذا تعاندي راح يعاند وياك، فنقعد مثلا نحكي وياه باسلوب زين،
نتواصل وياه المرحلة إنه يقدر إنه يحبها للمس، بس توصل لمرحلة إنه طفل يحبها للمس يكفي إنه هذا الشيء إنه طفل حيحب الروضة. شكرا جزيلا ست. شنو اسمك؟ برجس. برجس شنو دا تدرس هسه؟ دراسة. دراسة زين، هذا يا حرف أي. أي شنو؟ أي أبل. عافية بالشاطر. زين وانت شنو اسمك؟ عباس. عباس. عباس هذا يا حرف مكتوب على الوايت بورد أي. أي شنو؟ أبل. عافية بالشاطر. طيب وانت شنو اسمك؟ يمان. انت يمان. يمان هاي شنو على الوايت بورد مكتوب؟ اي. اي زين شنو اي؟ اي ابل. اي ابل. عافيه. انا اسمي انت شنو حمزه. انت حمزه. حمزه شنو هاي مكتوب على الوايت بورد؟ This is the white work and the chance. مس مادة الإنجليزي راح نتحدث عنها اليوم باستقبال العام الدراسي الجديد، وخصوصا المرحلة اللي دون الابتدائية. شلون راح تجهزون الطلبة وتحببوهم بالمادة تحديدا، وبما أنه احنا مقبلين على عام دراسي؟ يعني كمادة إنجليزي أغاني صراحة، كل الدروس حتى المواضيع العادية، حتى لو ماكو أغنية إلها مرات أنا أسوي أغنية إلها. الحرف مرات أسوي لهم على شكل قصة، يعني إذا شايفين الفيديوهات القديمة على شكل قصة حتى تظل تترسخ بالذهن. وأني بالبداية أشوف مستوى الطلاب، اختبارتهم كأرقام numbers للتين، شوفوا ماذا يعدون، أختبرهم بالحروف وبعدين إحنا نبدي. أكيد. شكرا جزيلا. أهلا وسهلا حياتي. مس رسل، اليوم استقبالكم العام الدراسي الجديد ومن ناحية الطلبة أكيد شلون كان استقبالكم؟ يعني لأنه تعرفين الروضة غير، تختلف اختلاف جذري عن الابتدائي. أكيد حبيبي، هو لازم يعني نستقبل الأطفال بكل حب، لازم كل ريلاكسينج. فبالنسبة للعوائق اللي نواجهها العناد، تدري لأنهم بعدهم صغار. أي بالضبط، بعد ما متهيئ إنه هم يساعدهم منهاج، عندهم قاعدة صف، عندهم قاعدة إنه بالرحلة لازم شلون يكونون احترام للصف وشلون يكون، فإحنا لازم شوي شوي باية باية نعلمهم إياه. طيب أي. من البري، أي من البري تحضيري للكي جي 1 للكي جي 2 بعدين تهيئهم للابتدائي. بالضبط أكيد. أكيد. أي تغذية. أي بالضبط. سموكيات الأكل. بالضبط. بالضبط نهيئهم شلون، يعني نهيئهم إنه يأكلون طريقة صحيحة، تصرفات يعني تليق بعمرهم بمكان اللي هم قاعدين بي. ست اليوم نشوف استقبالكم للطلبة خصوصاً اللي أصغر من المراحل الابتدائية، شلون يتم التعامل والسيطرة على الأطفال تحديداً من العامل النفسي، من الناحية النفسية أولاً وبعدين نجي على التعليمية. بالنسبة للأطفال اللي دون الأربع سنين، وهي هاي مرحلة جداً مهمة إنه تهيئين الطفل للمدرسة، فيكون الشيء الأساسي على مود يتقبل الطفل الوضع الجديد إنه تهيئي له الأشياء اللي تغريه، الأشياء الممتعة اللطيفة اللي يحبها، الجو، الأجواء، الاحتفالات، الهدايا. استقبال المس جدا مهم، محبتها إلى الطفل رأسا حيستقبلها الطفل، حيحس إنه المس مانته كأنه الماما مانته مستقبلته، فهذا عامل جدا مهم بداية إنه السيطرة على الطفل وتهيئته للروضة. طيب اليوم حضرتك درسين مادة الرياضيات، احكي لي المعاناة اللي تعانيها باستقبال الطلبة لهذه المعلومات بهذه الأعمار، لأن نحن نعرف هاي الأعمار مو بسهولة نحبوهم بالمادة صراحة. شوفي اللي اختلف بالجيل الجديد انه الطفل كان قبل من يستقبل المادة ويكون تو طالب روضة، لكن تقدم الحياة هسه
والتكنولوجيا والوسائل اللي تهيئت لهم، الطفل ده يوصل مرحلة الكي جي 1 وهو يعرف الأرقام، لأن هو أوريدي طابب تحضيري، طابب من الحضانة، وسائل التواصل الاجتماعي، حياتنا صارت أسهل من قبل، فمستقبل المادة تبقى التاتش مان المس مانته وشون تحببه بالمادة، هذا عامل جدا ضروري، ها حيخليه يستقبل المادة وهو حاببها، فما حيشوف صعوبة. شكرا جزيلا لك. طبعا مس اكيد واخذنا من درس حضرتك اليوم. تشرفتونا واهلا وسهلا ونورتوا الروضه. مشاهدينا الكرام، في ختام جولتنا لهذا اليوم تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل، الى اللقاء.